توفير الفرص وتذليل العقبات والإرشاد والتوعية أبرز ما يحتاجه الراغبون في دخول مجال التجارة، وهذا ما حرصت على توفيره الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت من خلال تنظيم ملتقى التجارة الإلكترونية بالخبر. الملتقى الحقيقة يهدف إلى أهداف عديدة، أولها تعزيز هذا القطاع المهم جدا وهو قطاع التجارة الإلكترونية بما فيه الحقيقة من ازدهار ونمو مضطرد في الفترة الأخيرة، تواكبا مع توجهات الدولة قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس التجارة الإلكترونية. في الملتقى الممتد لثلاثة أيام أركان ستة شهدت إقبالا كبيرا من مختلف الأعمار للإطلاع والاستفادة من الخبرات والتجارب. وزارة التجارة الآن طلع سجلك التجاري في غضون 180 ثانية، سجلك التجاري معترف فيه ورسمي وأمورك نظامية، ويسهل لك أنك تفتح حساب، يسهل لك يعطي مصداقية أكثر للعميلك أنه أنا والله ترى أنا مسجل وبياناتي واضحة، بحيث أنه يضفي نوع من المصداقية وأن أنا عندي الرغبة في مزاولة العمل الحر لتحقيق ما أرغب وأصب إليه. التوجه الجديد الآن لجميع الأجيال اللي يدخلون في مجال التجارة أنه يتحول إلى شغل إلكتروني أكثر. هيئة منشآت ووزارة التجارة انتبهت لهذا التطور اللي قاعد يصير، وأنشأت هذا المعرض اللي قاعد يركز يوفر كل القطاعات لدعم الشباب اللي بيحولون شغلهم إلى عمل أكثر احترافية كتجارة إلكترونية. مع تطور التقنية وتعدد الخدمات أصبح المجتمع أمام خيارات متنوعة، فالإجراءات ميسرة والمستقبل واعد. للإخبارية طارق المزهود، الخبر.